يقومون بقطع الأشجار هكذا؟ هذه الأشجار هي التي يصنع منها أبي السفينة. معنى هذا أن السفينة سوف يتوقف بناؤها. مستحيل أن يحدث هذا أبداً. لابد أن نتخذ موقفاً وبسرعة. أي محاولة للدخول معهم سوف تؤدي إلى دمار. هيا فلنحاول أن نجمع أخشاباً أخرى من أي مكان. هيا، وإن كنت أظن أنهم سيقومون بحرق كل شيء. كنعان، نحن نعلم أنك معارض لنوح أبيك، فماذا لو تعاونت معنا للقضاء على دعوة أبيك؟ أنا أعصي أبي وأخالفه، ولكن كيف أتعاون معكم عليه؟ نحن أهدافنا مشتركة، سوف نقوم جميعا بحرق كل أشجار القرية. أنا لست طرفا في الدفاع عن أفكار أبي، أنتم أحرار. كنعان، وأنت معنا ستكون في منعة، ستكون صاحب جاه ومال وقوة. أنا لا أكره هذا ولن أؤمن بإله أبي، ولكني لن أتعاون معكم. كما تشاء، لكني أحذرك من الوقوف في حربنا مع نوح ضدنا. أنا لا أدافع عن أبي أبدا، فأنا على دين غير دينه بإذنك. ما هذه السفينة التي يقوم هذا الرجل ببنائها؟ أعتقد أنه مجنون. سفينة في الصحراء فوق الرمال؟ لا، لا أدري كيف يترك كل ما عرضوه عليه من ثروات ونعم لكي يبني هذه السفينة. لا أدري فيما يفكر هذا الرجل، ومن العجيب أنه لا يستسلم أبداً، ومن الأعجب أن يتبعه الناس ويصدقونه. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل العجيب الغريب؟ يا أخي، اجمع كل هذه الأخشاب. سوف أساعد أبي في بناء هذه السفينة بكل ما أوتيت من قوة. هذا المكان بعيد عن المدينة، ولا يمكن لهم أن يصلوا إليه. ولكن كيف سننقل كل هذه الأخشاب؟ نجمعها أولاً، ثم نفكر في طريقة نقلها. وأين سنخزنها؟ من الممكن أن يتعاون معنا كنعان. كنعان؟ كنعان عدو لأبيه ولنا. كم أتمنى أن يعود كنعان إلى رشده. بل أتمنى أن تعود أمي إلى رشدها وتتبع دين أبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله.
ألا تعود إلى صوابك يا كنعان؟ ماذا تقصد يا أخي؟ أقصد أن تقف مع أبيك ضد أعدائه. أنا ضد أبي بالفعل، ولا بد أن يعود إلى صوابه. أبوك على الحق؟ أي حق تقصد؟ أن نترك دين الآباء؟ تترك عبادة الأصنام لكي تعبد الله الواحد الأحد. لا يسعني إلا أن أقدم العزاء في أختك سمراء وزوجها ناكر. هذا ليس وقت العزاء أيها الأمير. ماذا تقصدين يا قاصرة؟ لابد أن نكمل رسالة سمراء. تقصدين نوحا؟ نعم، أريد القضاء على نوح. سنكون معا ضد هذا الرجل الكاذب، سنحاربه بكل قوة. وما هي أفكاركم للقضاء على نوح ورفاقه؟ لقد وضعنا خططنا مع سمراء وناكر، لكنهما ماتا وأنا أصبحت مكانهما أيها الأمير. إذن بعد الانتهاء من دفنهما لنا حديث. ماذا لو طالبني الأمير السراجي أن أنقل له أخبار الأميرة هوزاء؟ أنا في حيرة من أمري، فأنا أحب أميرتي هوزاء، وأنا على قناعة بما تقول عن نوح النبي. أشعر أن هذا هو الحق المبين، فماذا لو طلب مني مولاي أن أتجسس على هوزاء؟ لا لا، أنا لن أفعل هذا، لن أفعل هذا. ما أنا فيه لا أعتقد أن أحداً في الكون فيه. أبي هو عدوي، وأمي هي عدو لأبي، وإخوتي أعداء لي. ماذا أفعل في هذا الصراع؟ أبي يغير دين الآباء وإخوتي معه.